هوية بريس. ويا حنا هنا في هذا السوق، يعني هذا السوق تحول من باب سبتال هنا يا سيدي موسى في 1975. انا بصيفتي انا بديت في هذا السوق هنا في 77، يعني كان في العمر ديالي ديك الساعه 16 عام. يعني كان باقي السوق هنا خاوي، كان الصناع قلال، كان كيجي عندنا الكليان قليل. ف يعني ولا كان منظم السوق، يعني كانوا دايرين لنا المكتب ديال البيرو ديال الكرا، ودير لنا كارنيات كنطبعوا كيمشيو كنخلصوا شهر يعني جوج دراهم للمترو، يعني كل واحد شحال عنده من مترو، فتنخلصوا كل شهر بالشهر ديالو كيطبعوا لنا في ذاك الكارني شويه. باعوا ذاك البيرو ولا حانوت، يعني السقايات ديال اللي ما كانوا عندنا ثلاثه هنايا، وحده داروا فيها سكنه لواحد العساس جابوه من البلديه، وجوج قطعوا عليهم الماء، ما بقاش عندنا الماء كاع صالح للشرب، فحفرنا بير يعني ولينا كنتوضاو به، بنينا الجامع، يعني الناس كلهم بناو هنا، حنا باش اسوا لينا هنايا ما بناوش لنا، يعني صايبوا غير الشانطي والطريطوار، حنا بنينا راسنا. فتزاد دابا الكرا ولا سمعنا بان هذاك الكرا ما مديكلاريش، ما كيوصلش كاع للصندوق، ما عرفتش شحال من عام حنا كنخلصوا كيعطيونا واحد التوصيل دون عنوان، ما فيش عنوان كاع ديال الجوطيه ديال سيدي موسى. ما عرفتي راسك واش مخلص ولا ما مخلص. من مور داك الشيء سمعنا بان راه ما مديكلاريش داك اسمي، ولا مشكل ديال الكرا ما بقاش كيتخلصوا الناس، حبسوا سنين. عاد جاو سمعنا بان خرج قرار طبقوا علينا يعني 40 درهم في 3 شهور للمترو، يعني كتساوي 13 درهم وشي 30 فرانك للمترو، يعني زياده فوق الطاقه، يعني حتى شي واحد ما. وهنا هذا المارشي والله العظيم الا كنعرف انا ناس خدامين هنا بالنهار بجورني، اقسم بالله الا ما خدمش نهار ما يلقى ما يديه، وخدام على عائله، خدام على والديه، يعني كاين اللي عنده وليدات وما عندوش المحل، خدامين بجورني، خدام بالنهار ديالو. قطعوا علينا الضوء، يعني ملي قطعوا ملي قطعوا الضوء راه بحال اللي قطعوا النفس على الانسان، راه ملي قطعوا الضوء راه الانسان راه خدام بالضوء، راه ملي تقطع الدوره الناس راه صافي مساكن، راه ولاو لا حول ولا قوه الا بالله. يعني ملي كيخرجوا برا، حنا مشينا لعند الباشا، سيد الباشا يعني هددنا، قال لك راه الا ما حيتوش دوك اللافتات راه غادي غضحيو بواحد الخمسه ولا 600 غيمشيو للحبس. جينا حيدنا اللافتات تنتسناو، قلنا حنا خدامين معاكم، ما لحد الان دابا اليوم راه 11 اليوم دابا الضوء مقطوع والناس مساكن راه كيعانيو لا حول ولا قوه الا بالله. طلبوا الله سبحانه وتعالى. ونزيدك بان الضوء هنا في الخطاب الملكي ديال الحسن الثاني الله يرحمه في 1985 20 غشت خطب وعطى الضوء للصناع، ومن بينهم حنا هو اللي دخل لنا الضوء هنا. من قبل بعدا فاش تعس السوق هنا في 1975 ما كانش الضوء، كنا خدامين بلا ضوء، كانت باقا ديك الساعه الصناعه بالملسه، النجاره خدامين بالملسه، الحداده خدامين بالمطارق، ما كاين لا ضوء لا والو. ف 85 الحسن الثاني هو اللي دخل لنا هنايا، الله يواليه برحمه الله، هو اللي عطانا الضوء هنايا. هاد الناس هادو جاو حيدوا لنا الضوء، يعني بحال اللي تيقول لك سير تموت ولا سير، بحال اللي انت راك عاد جيتي عاد طحتي من السما، راه ماشي مواطن، ما عندك حق ما عندك. فدابا راه 48 عام وحنايا في هاد السوق هذا، قطعوا علينا الضوء، نطلبوا الله سبحانه وتعالى يشربنا. اخر رساله واش وصلت للمسؤولين؟ الرساله اللي كنوصل كنوجه الرساله ديالي، نطلب الله سبحانه وتعالى هذه الرساله توصل لجلاله الملك، لانه هو اللي بقى لنا. مشينا لجميع المسؤولين، مشينا للعمده عند العامل، مشينا عند الباشا، مشينا عند القائد، مشينا لرئيس الجماعه، حتى شي واحد، كل واحد كيصيفطك، مشينا لعند رضا، حتى شي واحد ما حل معنا المشكل. فانا كنطلب الله تعالى من هذا المنبر كنوجه النداء ديالي لجلالة الملك محمد السادس الله ينصره، نطلبوا الله سبحانه وتعالى يوصل لي هذه الرساله هذه ويشوف من حالنا. الله يرحم الوالدين. هاد الناس هادو راه هنا غير الضعافة، وقطعوا عليهم الضوء ومجوجين وتيخلصوا الكرا، والعيد جاي خص شي حل. هاد الشيء اللي كاين، الله يرحم الوالدين. راه الناس هنا راه غير شي مسلف لشي ومسلفين ودايرين كريديات. الله يرحم الوالدين، شوفوا من حال هاد الناس هادو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عاش الملك. خاي لا ما خدمنا شيء، تبيعوا الناس حوايجهم باش ياكلوا، هاد الشيء اللي كاين.
الله يرحم الوالدين. الله يخليك. حنا تنهضروا بالجوطيه، حنا انا صناعي هنايا في الجوطيه ديال سيدي موسى. هاد الناس راه جاوا وقطعوا الطوق مفاجاه، بلا مع المصنعيه بلا والو، وقالوا لهم تخلصوا واحد الثمن خيالي، وهاد الناس خصهم دابا هاد الثمن باش يخلصوه، راه خصهم الضو باش يخدموا. ما يمكنش تجي تقول له خلص واحد الثمن والضو قطعتي عليه. ها الحوانت دابا هما كاع سدوا، باش غادي يخلصوا هاد الناس هادو؟ عطيوهم الضو يخدموا ويجلسوا معاكم ويديروا معاكم حل ويخلصوا لكم داك الشيء بشويه بشويه، وهي الحركه غتمشي. دابا الحركه هي وقفات، هاد الناس باش غادي يمشيو يجيبوا دابا الفلوس؟ هما غايخلصوا، بغاو يخلصوا، ولكن يعتلقوا لهم الضو يخدموا ويتحركوا، ويجي واحد المسؤول من هنا ويجيب شويه بشويه، والناس راه باغا تأدي، ولكن ماشي بهذا. جيت قطع عليه الضو، الناس مخليه خدمتها هنا، الناس كليان مخليين خدمتهم هنا، دابا هذه تقريبا 15 يوم وها هو الضو دابا مقطوع. هاد الناس هادو منين غايجيبوا الفلوس؟ راه ماشي حل هذا، الحل يطلقوا الضو، الناس تخدموا الحركه الدور، دابا الحركه وقفات، وباش هاد الانسان هذا غادي يجي يخلص الضو؟ اش يخلص وزيد هادي وزيد هادي غنخلصو، ولكن الانسان يطلق لينا الضو باش نخدمو، الحركه غادي تدور والناس غادي تخلص، تقصير شويه بشويه، الناس راه مستعده تخلص، ولكن يطلقوا لهم الضو. دابا الحركه وقفات وتشللات، وانتم كتعرفوا دابا الظروف، راه العالم كله مأزم، وثلاث سنين هادي الناس ما خدمات، كورونا، ودابا عاد قالوا بسم الله باش تتحرك. الصناعه التقليديه راه انتم عارفينها، دابا غادا في تدهور. راه سولوا وزير الصناعه ديال التقليديه، راه الصناعه التقليديه في المغرب غادا في تدهور، وهذا راه ماشي هو الحل. الحل تجي تقطع الضو، خلي الناس يخدموا، وواحد المسؤول يجي يدور حانوت بحانوت، محل بمحل، واحد اللجنه تجي، كل واحد استطاعته شحال يعطي، واحد يعطي 4000 10000 ريال، والحل ها هو هذا، ماشي تقطع الضو وتخلي الناس متشردين، ها هما كلهم سادين الحوانت ديالهم، ماشي حل هذا. الحل هو اطلقوا لنا الضو، الناس تحرك، والعيب والعار ما خلصوا لكم شي الفلوس، وداك الشيء يكون غير حيبي وداك. ها هو دابا الضو، شوف الحوانت هما كلهم مسدودين، طل حانوت حانوت، 500 حانوت كاينه هنا. كل حانوت كيهز 10 ديال الناس، كل حانوت كيهز 10 ديال الناس. اذا شوف شحال ديال الناس لا خلي الناس اللي كيجيو زائرين لهذا السوق هذا، هذا السوق هذا هز اكثر من 20000 نسمه، اي حانوت هز 10. يعني هاد الناس هادو كل واحد عنده 10 ديال الناس، اش غادي يدي لهم دابا في هاد 10 ايام؟ اش كيدي ليه؟ شكون اللي غيعرف هاد الراجل دابا مثلا اش دا لولادو هادي 10 ايام وهو سد الحانوت ديالو؟ مبقاش يدخل حتى القوت اليومي ديالو، وهذا هو الحل. ايوا هو دور 500 واحد، وكل واحد تابعين 10 ديال الناس، اش غياكلوا اش غادي يشربوا؟ راه ماشي هو هذا الحل. اطلقوا لهم الضو وتحركوا الناس يخدموا، والعيب والعار الا ما خلصوش. حنا في هذه الازمه، هذه ازمه قاصحه بزاف، حنا مضرورين دابا 20 يوم هذه، حنا مضرورين العمال والصنايعيه والمعلمين الكبار والمعلمين الصغار والدراري الحريفيه الصغار، كلهم ضروري. كاين اللي كاري مسكين، كاين اللي عنده الاولاد، كاين اللي مسكين خدامين الجورني النهار ديالو، كاين اللي كيدي غير 400 600 درهم هاد السوق هذا. حنا زمله دابا الضو قطعوا لنا الضو هذا، زمله بزاف. انا كان مجوج وكاري وعندي وليدات، والمشكل رغم ذلك مول الكرا، ورغم ذلك مول الكرا كيدق عليك خاصو فلوس الكرا حتى هو باش يعيش دوك الناس. هادشي راه بزاف، يديروا لنا شي حل، يديروا لنا شي حل مع هاد الجماعات وهاد الناس هادو، راه عياو الناس يجريو يقلبوا ما بغاوش يديروا لهم والو. وعاش الملك، عاش الملك، الله يخلينا سيدنا، ديروا لنا شي حل، الله يرحم الوالدين، عاش الملك.